الكبار. مرحبا بصديقنا العزيز والقدير سالم بن سعيد بن حضير طبوط الشاشة. شكرا للزميل نايف بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية ميدان الوذبة من عاصمة الميادين في هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وهي انطلاقة الشوط الثاني. الشوط الثاني يضم نخبة من الحجايد الجعادين، اليوم يوم الإنتاج والمنتجين. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم اللي على المقدمة، العابر على المقدمة الخليفة بن محمد بن سيف العليلي على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني شاهين، على المركز الثاني للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. وفي المركز الثالث، المركز الثالث اللي على المركز الثالث، نشوف اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات، الذي وصل على المركز الثالث هنا، اللي على المركز الثالث شاهين العلي بن كيف بن علي بن ذعيلب العامري. وفي المركز الرابع، نشوف اللي على المركز الرابع ولا الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات، الذي وصل على المركز الخامس رايق لسعيد بن محمد الشرجي العامري، الدكتور ابو محمد متواجد مع رايق، وهو دائما رايق ابو محمد. ننتقل الى المركز السادس، واللي على المركز السادس في هذه اللحظات شاهين للسيد علي بن خليفه بن بليشه اجتبي. المركز السابع، المركز السابع اللي على المركز السابع، نشوف اللي على المركز السابع مرسال مطر بن سهيل المنصوري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن ناخذ اللي على المركز الثامن في هذه اللحظات، مهاجر على المركز الثامن معاند للسيد عواض بن محمد بدبي العفاري. وفي المركز العاشر، المركز العاشر شعار ابو عبد الله شعار كيف اللي فازت في هذا الشوط اصيل، وصل الى المركز العاشر الحمد بن عبيد بن رشيد الاجتبي. هذه النتيجه، ونرجع الى مقدمه هذا الشوط، التغيير طرى وجرى على المقدمه في هذه اللحظات. اكسجين يغير الى المقدمه، خالد بن حمدان بن غلام، خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي مع الأكسجين على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني هنا ثمين اللي على المركز الثاني للسيد سالم بن محمد بالحب العامري. يا سلام يا بالحب على المركز الثاني. المركز الثالث قدوم مع الدكتور رايق سعيد بن محمد بالشرقي العامري أصيل، وصل اصيل حمد بن عبيد بن رشيد الاجتبي. اداء متميز، عرضه متميز، يبي يسلم على هالي المره، مرت بن رشيد. يا سلام الاكسجين من الجانب الثاني، لكن هنا بالحبه على المركز الثاني اصيل على المقدمه، اصيل على مقدمه هذا الشوط. ثمين يغير الى المندغم الى المقدمه. النقطة الثانية يا بالحبة، النقطة الثانية يبي يسلم، يبي العيدية، لكن من الجانب الثاني، من الجانب الثاني منصف، لكن بالحب مع الثمين خذ العيدية. سلام يا بالحب للمرة الثانية، تهانينا لسالم بن محمد بالحب العامري على فوز ثمين بهذا الشوط، شوط الجعادين. المركز الثاني المنصف على المركز الثاني عبد الله بطويل بالمر العامري. المركز الثالث أصيل في المركز الثالث للسيد حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. المركز الرابع الصنع للسيد سالم بن سعيد بن منان الاجتبي. المركز الخامس
اكسجين للسيد خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي. ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول ثمين الى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 4 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. والسلامات والعيدية الى اهالي العين في زمن وغدرة 5 دقائق 52 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن محمد بالحب العامري والذي وصل في المركز الثاني منصف وصل على المركز الثاني قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة 5 دقائق 52 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بالطوير بالمر العامري والذي وصل في المركز الثالث. أصيل وصل على المركز الثالث قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة 5 دقائق 53 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا الحمد بن علي بن عبيد بن رشيد. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا المهرجان المتميز، مهرجان ختامي الوذبة، ختامي الختاميات وتسعيرة هجن الرياسة، متواجدة أيضا في كل مناسبة وفي كل احتفال. تهانينا للجميع على هذا الأداء. الشوط الثالث ينطلق.